الجدل حول جواز القروض التي تؤخذ من الحكومة أو من المصارف الخاصة بمنح القروض والاستفادة منها في إعادة إعمار المناطق والمدن والمحافظات المنكوبة. أقام دار الفقه والأثر في العراق ندوة علمية حول قروض الإسكان العقاري بين الحاجة والحكم الشرعي. هذه القروض ابتداء أقول لا ينبغي للمفتي أن يفتي بشيء وخاصة فيما يتعلق بمثل هذه العقود حتى يطلع على تفاصيل القرض كلمة كلمة. هذه الندوة أتت بعد الحاجة الملحة والاختلاف القائم بين علماء الشرع الإسلامي. الندوة جاءت إن شاء الله لتكون يعني بلسما وحلا جذريا لمشكلة كبرى أصبحت لها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية وعائلية، يعني يقول بصراحة دمار للبيوت، فلا إنقاذ إلا بإيجاد فتوى متفقة مع روح الشرع طبعا، وليس الفتوى هي مخالفة للشرع أبدا. المحافظات المتضررة التي وقع عليها ضرر وتهديم وتخريب وتدمير بأمس الحاجة اليوم كل فرد فيهم إلى أن يقيم داره ويعمر بيته ويعين ويبني جدار بيته من جديد كي يحمي عائلته ويجمع أسرته. وقد اتفقت الآراء على أن الحاجة الملحة للمواطنين في إعادة البنية التحتية للمدن والمحافظات التي تضررت من الإرهاب هي الأولوية في هذا الموضوع، حيث لا مانع الشرع ولا أحكامه على أن ما تم تفسيره وتأويله. خرجوا إلى الاتفاق على جواز الاستفادة من قرض الإسكان العقاري الخاص بالمحافظات المتضررة. أن هذه القروض للمناطق المتضررة التي تخلو من الربا ولا يوجد فيها إلا مصاريف إدارية بسيطة هي جائزة كما أفتى بها الحاضرون. توصل كبار علماء العراق المجتمعون في دار الفقه والأثر إلى جواز أخذ قروض عقارية للمناطق المتضررة في العراق. رياض عزيز، قناة سامراء، أربيل.